طيب تعالوا بينا نروح استاذ شاعر اللي انا يعني اتضايقت قوي وقفت قوي استاذ شاعر سامي سليم حبيبي. طبعا ارحب بالاستاذ حسن والمدام جميله الحمد لله على السلامه وبفرح لما بشوفكم والله والله العظيم بفرح فعلا لما بشوفكم. هيقول نص المدام بتاعته هتقول نص ليه؟ ايه الجمال ده؟ احنا بنسال على اللي بتقول حضرتك الله يسعدك استاذ علي سامي استاذ. وبعدين المشكله ام العيله بقى طبعا حضر كنا لسه بنقول كل يدعي وصلت بليلى وليلى شوف بس بنقول بنتكلم عن بنتكلم عن الصناعات الادبيه وبنتكلم على مدى السنة في سنة سنة وبعدين جاء حد رضا عبادة كان قال نص فقلنا لهم لا محمد جاوش قبل كده قال فيعني تلمسنا كده برضه قالت قعدنا نفتكر فلسه كنا ذاكرينك يعني الحمد لله على السلامة استاذ محمد جاوش. مساء الخير عليكم جميعا شكرا استاذ عادل انت ما تفرطيش ولا حاجه انا ما اقدرش استاذ لازم اقصد الله حي. يدور بينا الزمن ساعتين ونبقى الماضي رايح جاي وانا وانتي بنمس العين نقول للوقت الله حي ولا يهز الفؤاد الليل ولا العتمه تهد الحيل ولا طعم الزمان الليل تعالي تحت ظل الروح نقاسم قاهة المجروح ونزرع شمس في العتمه حبيبتي فكي من كتمه وخلي الضحكه بجلاله انا وانتي هنتقابل في فرح الجاي وهنقول على الدوام باقي ذكرنا الطيب لكل الناس في كل الوقت الله حي في كل الوقت الله حي. يا عم قول برضه حاجة صغيرة أنت خدم بالتلات دقايق على فكرة. أنا أخرتك كتير يعني. الموت زمن ممدود وأنا حي فيكي بموت. جسمي انقسم نصين روحي بقت فيكي. اسقيكي اسقيكي طعم الحياة والروح. يا ريحة من الجنة يا هلة من المسافات. أنا فيكي نصف إيمان. إن متي مات قلبي وإن قلبي مات متي. صوتك صدى صوتي صوتي صدى للريح. أنا مش بخاف من الموت. أنا نفسي أعيش موتي كامل بدون نقصان. والمد فيكي أعيش. المد فيكي أعيش. استاذ سامي صندوق انا هفتكر كلمه سامي وافتكر عادي عشان ما بتلخبطش انا بالخطه دي.